بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض درس هيت انرجي. كنا بدأنا في البارت اللي فات واتكلمنا على يعني ايه هيت انرجي، واتكلمنا عن يعني ايه تمبريتشر، واتكلمنا على ways of heat transfer. ways of heat transfer يعني الطرق اللي ممكن ان احنا ننقل بيها هيت. وقلنا ان الطرق دي عبارة عن ثلاث طرق. اول طريقة اسمها conduction، تاني طريقة اسمها convection، تالت طريقة اسمها radiation. وكنا اتكلمنا على الconduction واتكلمنا على الراديشن. قلنا في الconduction ان الconduction ده عبارة عن transfer of heat through solids من البارت اللي بيكون عنده higher temperature للlower temperature. وخدنا application على موضوع الconduction، هو فكرة الايه الكوكينج بانس، ان هي معمولة من الالومنيوم. ليه؟ because they are good conductor of heat. واتكلمنا على ان الميتاليك سبون ليه بتسخن، يعني بيحصل لها هيتنج لما بحطها في كاب اوف تي، because heat is transferred through solids by conduction، لان الايه الهيت بتمشي في السوليدز عن طريق حاجة اسمها ايه conduction. وبعدين دخلنا في الconvection، وقلنا ان the transfer of heat by convection ده مقصود بيه it is transfer of heat in gas and liquid. وكنا ناقشنا اكتر الجاز، وقلنا ان انت لو عندك conditioner، لو عندك تكييف، فانت بتحط التكييف ده فين في الأوضة؟ بتحطه في الجزء اللي فوق من الأوضة، في الأبر بارت. ليه؟ لان انت لما تحطه في الأبر بارت التكييف ده بيخرج cold air، واحنا عارفين ان الكولد اير بيكون هاي دينستي، بيكون عنده دينستي عالية، وبالتالي الحاجة اللي عندها دينستي عالية احنا عارفين ان هي بتقع لتحت، فالهوت اير عنده ليس دينستي فريز اب، والكولد اير عنده دينستي عالية فينزل لتحت. وبالتالي ايه؟ وبالتالي يحصل ايه؟ يحصل زي موشن كده، ان الكولد ينزل تحت وان الهوت يطلع ايه؟ يطلع فوق. والحكايه دي اسمها convection. وقلنا في الديفينيشن بتاع convection، انا براجع على اللي فات عشان تبقوا فاهمين الموضوع اكتر لما اشرح الراديشن. It's transfer of heat in gases and liquid where hot molecules which have less density rise up and the molecules اللي هي colder، يعني colder molecules which have more density fall down. وكنا خدنا three give reasons مهمين جدا وبيجي لنا واحد منهم في الامتحان لازم، اللي هو ايه؟ اول حاجة ان الاير كونديشنر is fixed up in upper part. وقلنا ان هو لان عشان بقى اختصر، لان الايه الكولد اير فول داون والايه والهوت اير فول او ريز اب. وخدنا ان الفريزر ليه فاوند ات توب اوف فريج، وليه الهيتر از بليسد ات بوتوم اوف روم. هنبتدي نتكلم مع بعض على الراديشن. وراديشن مقصود بيه بالعربي يعني الاشعاع يعني. وهو موضوع الراديشن ده موضوع غريب شوي، وعلشان تفهمه محتاج افكرك بشوية حاجات. مبدئيا احنا على كوكب الارض في سوليدز وفي ليكويدز وفي جازز، كل الحاجات دي بنسميها ميديم او ماتيريال، او ممكن نضم الكلمتين مع بعض نسميها ماتيريال ماتيريال ميديا. يعني ايه ماتيريال ميديا؟ يعني السوليد. احنا كنا لما بنتكلم على الكوندكشن بنقول ان الكوندكشن ده حاجه بتحصل في السوليد، فالسوليد ده ماتيريال، يعني من الحاجات اللي موجوده في حياتنا، وعشان يحصل كوندكشن لازم يمشي في السوليد. طيب عشان نعمل كونفكشن، زي ما انا كنت لسه بشرح لكم من شويه، علشان نعمل كونفكشن لازم الكوندكشن يحصل، الكونفكشن يحصل في ليكويد او جاز. يعني انت ما ينفعش تقول لي كونفكشن في السوليد، لا، الكونفكشن في الليكويد او الجاز. طيب حلو قوي الكلام ده. طب يعني انا عشان انقل هيت يا مستر، الهيت بتمشي في السوليد او بتمشي في الليكويد او بتمشي في الجاز؟ ايوه، بتمشي في السوليد عن طريق الكوندكشن، بتمشي في الليكويد والجاز عن طريق الكونفكشن. طب ممكن بقى واحد ذكي يسالني يقول لي ايه؟ طب حلو يا مستر، انا معاك ان الهيت بتمشي في السوليد والليكويد والجاز. طب هو يا مستر ازاي
حرارة الشمس بتجيلنا ومفيش ميديا او ماتيريال بيني وبين الشمس. ما هو انا هفهمك، وعلى فكرة سؤال ذكي جدا، يعني عاوز اقولك ان اللي قاعد لأول مرة يفكر في الموضوع ده كانت حاجة ذكية جدا. انا كوكب الارض البلانت ايرث وحوالي اتموسفير، لما اخرج من الارض واخرج في الفضاء خالص عشان اروح الشمس، اللي بيني وبين هو في هوا بره الارض؟ يعني هل في هوا بره كوكب الارض؟ مفيش. بيني وبين الشمس فراغ، فاكيوم، نو ماتيريال، مفيش اي حاجه بيني وبين الشمس. يعني انتوا اكيد فاهمين المعلومه دي، يعني اكيد حتى شفتوها قبل كده، ادي الشمس ماشي، وادي البلانيت ايرث ده كوكب الارض مثلا. فكوكب الارض ده ما بينك وما بين الشمس في كواكب وفي حاجات تانية، بس المهم ان مفيش هوا، مفيش حاجه تمشي فيها الهيت. فبسمي الموضوع ده نو ماتيريال ميديم. ونوع النوع بتاع الترانسفير ده بسميه راديشن. يعني ايه؟ يعني الراديشن ده تالت نوع من انواع الهيت ترانسفير، ترانسفير اوف هيت باي راديشن. ات از ا ترانسفير اوف هيت، انتقال الهيت فروم هوت اوبجكت تو انذر، زي هوت اوبجكت زي السن تو انذر زي الايرث، وذاوت اني نيد اوف ماتيريال. انا مش محتاج ماتيريال، مش محتاج هواء ولا ميه ولا سوليد علشان ان انا انقل الهيت دي. فده النوع الوحيد اللي بينقل الهيت من السن، وطبعا ليه استخدامات تانية، بس المهم ان الكونفكشن من سوري الراديشن لو انا جيت اتكلم عنه، فهيت از ترانسفيرد باي راديشن ثرو ماتيريال ميديوم اند نو ماتيريال. يعني الراديشن ده ينفع يحصل في الجاز عادي، وينفع يحصل في الليكويد عادي، انما ما ينفعش العكس. بمعنى الكونفكشن بيحصل في الليكويد والجاز، والراديشن بيحصل في الليكويد والجاز. طب هل الكونفكشن ينفع في حالة الصن اللي هو النو ماتيريال؟ لا، اللي ينفع بس الراديشن. باختصار شديد الكونفكشن والراديشن شبه بعض بالظبط، بس الفرق الوحيد ان الراديشن يقدر ينقل الهيت في النو ميديم، يعني ياخد الحرارة تمشي عن طريق ايه؟ عن طريق حاجة اسمها الاشعاع او الراديشن، يعني هنفهم الكلام ده بعدين. فالمهم ان لو جه في الامتحان قال لي without any need of material، اعرف ان هو radiation على طول. طيب heat is transferred from heater by convection and radiation. احنا قلنا ان الconvection والradiation شبه بعض بالظبط، الاختلاف الوحيد في الradiation ان هي ما بتحتاجش medium، ممكن تمشي في النو medium. طيب كل دي life application، حاجات كلها ايه سهلة، ان الheat is carried from fire heater to man by radiation او convection، يعني الهيتر بيبقى convection او radiation. ال wearing dark clothes in winter to absorb heat of sun، انت بتلبس ملابس سودة في الشتاء علشان تنقل او تمتص الحرارة بتاعت الشمس. Wearing light اللي هي colors، يعني تلبس الوان فاتحة في السمر عشان تعمل reflect للسن ري. كل دي حاجات ممكن تقعد تقراها وتحفظ اللي تقدر عليه. طيب احنا بقى لما بيبقى عندنا هيت، ايه التكنولوجيكال ابلكيشن، استخدامات الهيت دي؟ علشان نتكلم على الهيت والاشياء او الاختراعات او التكنولوجيكال ابلكيشنز اللي بتستخدم الهيت، هنتكلم عن ثلاث حاجات. هنتكلم عن الانرجي ريسورس ديبند اون، يعني نتكلم على مصدر الهيت دي، وهنتكلم عن نوع المصدر ده، نوع الانرجي ريسورس، وهنتكلم عن الافكت. يعني هنمسك اختراع ونفهمه. مبدئيا تعال نتكلم على الالكتريك هيتر او الووتر هيتر. طيب ايه السورس اللي بتعتمد عليه الووتر هيتر اللي هو السخان المية؟ بيعتمد على الالكتريستي. فمصدر الهيت اللي بتطلع في السخان ده هي الالكتريستي. طيب هل الالكتريستي دي بيرمننت ولا رينيوابل ولا نون رينيوابل؟ لا دي رينيوابل، ماشي. طيب ونون ايه؟ نون بوليوتد طبعا. الافكت اون انفايرمنت، هي ملوثه ولا لا؟ فهي مش ملوثه ولا حاجه، الالكتريستي مش ملوثه. طيب السولار هيتر، السخانات الشمسيه بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على السن او الريسورس بتاعها السن. طب نوع الانرجي دي ايه اللي هي النوع الريسورس ده؟ بيرمننت.
يعني المصدر ده اللي هي هم كلهم بيطلعوا هيت، بس بتجيب الهيت منين؟ دي بتجيب الهيت من الصن، والصن دي بيرمننت ومش ملوثه، نون بوليوتنت. الالكتريك ستوف اللي هو السخان الشمسي بيعتمد على سوري السخان الكهربائي بيعتمد على الكتريستي ودي رينيوبل ونون بوليوتد طبعا. الجاز اور بترول ستوف اللي هو السخان اللي بيعتمد على الجاز، فطبعا ده المصدر بتاعه البتروليوم ديريفاتيف اللي هي مشتقات البنزين، ونون رينيوبل طبعا، احنا قلنا الفيول والبترول والكول كل دول نون رينيوبل، وطبعا بوليوتد بيسبب الايه، بيلوث البيئه. الجاز اوفن برضو نفس الكلام، بيعتمد على الناتشرال جاز وهي اللي هو البيوتان جاز يعني، ونون رينيوبل وبوليوتد. نفس الكلام الكول فاير اللي هي يعني الايه الدفايه يعني اللي بتعتمد على الفحم، فبتعتمد على الكول والنون رينيوبل وبوليوتد. المهم ان انت تقرا الجدول ده مهم وتحفظه. احنا في الدرس ده الاهم عندنا تحفظ لي definition of heat energy و definition of temperature و definition of conduction تبقى فاهمه، convection تبقى فاهمه، و radiation تبقى فاهمه، وبقية الأجزاء كلها تقراها كويس وتكون فاهمها. وإن شاء الله كل الأسئلة اللي تيجي على الدرس ده تعرف تحلوها، هو درس ممتع جدا ودرس سهل. بتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. لينك الملزمة دي هتلاقوها تحت الفيديو، تقدروا تحملوها وتتبعوها من أي مكان، وإن شاء الله تكون مفيدة لكم. كل التوفيق مرة تانية. كنت معاكم مستر أحمد الباشا. باي باي.